قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأهل السنة والجماعة هذا لفظ أطلق في أواخر القرن الثاني الهجري على أتباع الأثر والمخالفين للفرق المختلفة الذين خرجوا عن طريقة الصحابة والتابعين، وأول من استعمله بعض مشايخ البخاري رحمهم الله تعالى، وجمع بين لفظين بين السنة والجماعة، لأن هناك من يدعي اتباع السنة ولكنه لا يكون مع الجماعة، وهناك من يدعو إلى الجماعة بلا اتباع سنة، فصارت طريقة أهل الحديث والأثر أتباع السلف الصالح مشتملة على شيئين: اتباع السنة والجماعة، وكل منهما في الحقيقة لازم للآخر، فاتباع السنة هو اتباع الجماعة، واتباع الجماعة هو اتباع السنة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه الحديث الذي في السنن أنه قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. فصارت الفرق في النار يعني متوعدة بدخولها في النار، والناجية فرقة واحدة هي الجماعة، وهم المتبعون للسنة الممتثلون لقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ الحديث. هل السلفية حزب من الأحزاب؟ وهل الانتساب لها مذموم؟ ومن هم علماؤها؟ السلفية هي الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، ليست حزبا من الأحزاب التي تسمى الآن أحزابا، وإنما هم جماعة، جماعة على السنة وعلى الدين، هم أهل السنة والجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. السلفية طائفة على مذهب السلف، على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهي ليست حزبا من الأحزاب العصرية الآن، وإنما هي جماعة قديمة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، متواردة مستمرة لا تزال على الحق ظاهرة إلى قيام الساعة كما أخبر صلى الله عليه وسلم.